خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة زي ما متعودين مع حضراتكم دايما بسؤال. السؤال ده بنناقشه بشكل علمي تحديدا من خلال فقرتنا النهاردة، وهي فقرة خاصة بالتغذية السليمة. لكن هنسأل حضراتكم سؤال، ألا وهو احكولنا عن طبق حلويات ما تقدروش اللي انتوا تستغنوا عنه، وهل ممكن تستغنى عن الحلويات والسكر بشكل عام علشان تقدر تحافظ على صحتك؟ وهنا خلونا نقول يعني قول المولى عز وجل اللي بيقول كلوا واشربوا ولا تصرفوا إن الله لا يحب المصرفين. أسد، تقدري تستغني عن السكر وإيه الحلويات اللي بتحبيها؟ طيب أنا من الناس اللي مش بروح قوي للسكر بصراحة. يعني في حاجات أنا بحبها جدا، وهي أي حاجة ليها علاقة بالشوكولاتة، يعني لو آيس كريم بالشوكولاتة، كيكة بالشوكولاتة، أي حاجة ليها علاقة بالشوكولاتة. لكن ما بروحش مثلا حلويات الشرقية، أي حاجة فيها سكر كتير ما بقدرش، يعني ما بعرفش أعمل كده. ما فيش حد فينا ما بيقدرش أو بيقدر يستغنى تماما عن السكر، مع إن الناس كتير ما تعرفوش إن فعلا السكر للأسف هو مضر جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا السكر من الفاكهة كانت هي دي التغذية اللي جسمنا محتاجها. غير كده أي حاجة سكر تصنع عن طريق الإنسان بيسبب مشاكل كتيرة جدا جدا صحية. لو هنتكلم عن مشاكل في القلب، مشاكل في الجهاز الهضمي، الدهون الثلاثية بيعمل دهون على البطن فبيسبب طبعا شكل للبطن مش لطيف عند بعض الناس. الإفراط في تناول السكريات عامة بيخلينا أو بيخلي البنكرياس يعني تتخاذل عن إن هي تعمل دورها، فده طبعا بيسبب مرض السكر لبعض الناس. وهتكلم بقى مع الستات اللي بتفرجوا علينا دلوقتي إن السكر بيعجز البشرة جدا، بيوقع الشعر وبيسبب خمول طول الوقت، وده للستات والرجالة أكيد. فالسكر مش من أحسن الحاجات اللي ممكن إن احنا نعتمد عليها في حياتنا. فلو احنا نقدر نبطل السكريات دي حاجة بسيطة كده في اليوم، أو نبدله بسكريات الفاكهة، أكيد هيخلي شكلنا أحسن ويخلي أدائنا أحسن خلال اليوم. وطبعا يعني صعب إن احنا نقول هنبطل سكر تماما، لكن نحاول إن احنا نبدله بحاجات تانية. مثلا السكر اللي بنشربه في الشاي نبدله بالعسل، وحاجات من حاجات الطبيعية أكتر، حاجات طبيعية. عاوز برضو أأكد على كلامك ده، بس أنت يمكن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كمان يعني أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع. لأن فكرة اللي أنت تشبعي ويعني تاكلي بشبع لما تبقي مش قادره خلاص اللي انت يعني تتنفسي تحديدا، لان احنا عارفه ثلث ثلث ثلث، ففكره اللي انت تملي معدتك خالص ده ليه اضرار، مش بس بقى السكر، ليه اضرار على المعده وليه اضرار على فيروسات بتحصل. فهي فكره كل حاجه باعتدال بتكون مناسبة جدا. طيب انت بتحب السكريات ولا لا؟ يعني انا ما اقدرش استغنى عن السكريات للاسف، يعني ام علي وابو علي وعيله علي كلها ما مش بقى يعني بجد؟ اه والله دي حقيقة. انا مع يعني ان يا جماعة بس يعني بس انا مؤخرا قولي عاوزة تقولي حاجة. يعني انا بقى يعني كنا بنشوف قبل كده انت من الناس اللي ممكن لا ما تاكلش سكر. للاسف مؤخرا عارفة الكريبنج بقى لما يجي لك انت مرة واحدة انت تمنعي سكر تماما، ومجرد ما بتدوقي السكر او حاجة فيها سكر بتبتدي تاني ترجع تاني، ده اللي انت ترجعي تاني. بس انا مؤخرا الحمد لله يعني بقى لي شهر كده قاطع تقريبا سكر، وبلجأ للسكر اللي هو الدايت ده في حالة اللي انا بستخدمه، وبميل اكتر اللي انا اهو نسكافيه من غير سكر. فهي دي الفكرة كلها، اللي انا دايما بميل اللي انا اشرب حاجة من غير سكر علشان احافظ على صحتي. لان زي ما انت كنت بتقولي انا بقالي كتير قوي كنت بحاول اللي انا اكون ملتزم، بحاول اللي انا اكون يعني شاب رياضي الى حد ما، لكن للأسف لما الموضوع باظ مني وبدأت اللي انا اروح للسكر لقيت نفسيا تعبت، صحيا وجسمانيا تعبت، حركتي بقت اتقل. فلقيت اللي انا لما بقلل ده يعني شهر والله تقريبا قاطع السكر ابتدى حركتي تبقى اخف. هي بس الخطوه بتاعت انك حد يقطع السكر في الاول، اول ثلاث ايام ده، لانه بيبقى في اعراض انسحاب، بيبقى في شويه خمول زياده حتى وانت مبطل السكر، هي دي بتبقى صعبه شويه. لكن اول ما بناخد الخطوه دي الموضوع بيبقى اسهل بكتير. بعدها بنبتدي نشوف الفروقات بقى على بشرتنا وعلى صحتنا وعلى ادائنا وعلى المجهود اللي احنا بنبذله. هي دي الفكره. ففي الاول وفي الاخر انت سيد قرارك، عاوز تاكل سكر كل سكر، عاوز تاكل كل حاجه باعتدال. يعني انا ما عنديش مشكله ان انت ما تقطعش تماما السكريات، لكن الموضوع يبقى باعتدال. وعلى اي حال ده يعني وجهه نظر المتواضعه انا وبسنت،
لكن اكيد العلم هيكون العلم ده وجهة نظر العلم مختلف. على فكرة لا وهيكون ليه كلام مختلف يعني برضو هنسمع الكلام بشكل طبي وتخصصي أكيد. اكتر من خلال فقرتنا اللي هتكون معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. تابعونا وتابعوا الفقرة دي تحديدا لانها هتهم اعتقد كل المصريين، مش هقول بقى يعني هنا استثناءات، لان اعتقد الحفاظ على الصحة بشكل عام ده امر يستوجب مننا اللي احنا ناخده بعين الاعتبار ونحاول اللي احنا أكيد. نسعى ليه الاتجاه ده تحديدا. هنكرر عليكم سؤالنا تاني مرة تانية علشان خاطر نستنى اجاباتكم وهنعرضها طوال الحلقة. هل انتم ممكن تستغنوا عن السكر او الحلويات بشكل عام عشان تقدروا تحافظوا على صحتكم؟ ولو انتم من محبي الحلويات، ايه طبق الحلويات اللي ما تقدرش تستغنى عنه؟ هو ده سؤالنا اللي هنستعرضه على مدار الحلقة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.